وأنا أحد مراحل الحرص، أقول أن هذا العام الجمعة هو أول من شوال، يعني عيد الفطر المبارك، للأسباب التالية: اقتران ما يسمى بالشمس والقمر اللي هو فلكيا، هذا يكون يوم الخميس على الساعة 4:30 بالتوقيت العالمي، والخامسة و12 دقيقة بالتوقيت الجزائري، ومطلوب علينا نراقبوا الهلال بعد غروب الشمس تاع يوم الخميس، للغروب يكون على الساعة 6:30 7 ونصف بالتوقيت الجزائري، يعني من صباح الفجر هذا تاع 4 حتى 6 مساء ونصف تقريبا، يعني طبعا يكون ابتعد عن الشمس بزاوية تقدر ب 7.5 درجات، وهذه الزاوية معترف بها عالميا أن الهلال يبدأ يبان فيها، فبالتالي الرؤية ممكنة مساء الخميس في الجزائر وفي عدة نقاط في العالم، وبالتالي يوم الجمعة 21 أبريل 2023 يكون أول من شهر شوال، يعني أول من أيام عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات على الجميع.